لله. دلوقتي انا عندي شكل هنا اللي واخد شكل معين او هاتش معين او باترن معين، فانا عايز اغير فيه. ممكن اعمل سيلكت واغير باترن. طب انا عايز اعمل واحد جديد خالص، هقوله نيو فاميلي، واروح على المكان اللي انا حاطط فيه التمبليت بتاع الفاميلي، اختار كارتن بدل باترن. بيطلع عندي بالشكل دوت. انا ليه ان انا اغير الشكل زي ما انا عايز من الخصائص، اختار اقرب شكل اللي انا عايزه. في اشكال كتيره كويسه. خلينا ناخد في الريكتانجل، اعمل سيلكت عليهم كلهم واقول له كرييت فورم سوليد فورم. بقى سوليد فورم ممكن نختاره ك2 دي او 3 دي. اروح للدايمنشن، اخليه دايمنشن ثابت وابدا اتحكم فيه. خلي مثلا واحد، وممكن اخليه برامتر. اعمل عليه سيلكت واقول له من ليبل اد برامتر، واعمل برامتر واخلي البرامتر ده دايمنشن، وطبعا هخليها تايب مش انستنس. دلوقتي لو حملتها لود انت بروجكت، اختار الفاميلي اقول له اوكي. وبعد كده لو انا عملت سيلكت على الشكل بتاعي السيرفيس واخترت الباترن اللي هو فاميلي 2، الاقي الشكل اتغير معايا. طيب ممكن انا اختار اشكال معينة، ان انا ارجع ارسم مثلا هنا شكل ثماني مثلا او سداسي. خليها مثلا ثماني. الشكل دوت اختاره، بدل ما اقول له كرييت فورم هقول له فويد فورم، وابدا اضبط منين لفين. تمام كده انا عملت فجوه في الباترن بتاعي، هقول له حمله القلب المشروع، بيقول له اوفر رايت لان هو موجود بنفس الاسم، اقول له ماشي اوفر رايت. هتلاقي الشكل الثماني ظهر معايا في كل الباترن زي ما احنا شايفين.